السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما الموضوع جديد. اليوم غنحاول وراي تم يتفاعلوا معنا الإخوان والأخوات ديالنا. أنا نناقش معكم واحد الموضوع ديال الكل كان ينتظر هذه الخرجة ديال رئيس الحكومة سي عزيز أخنوش، والكل ينتظر شنو هي الخطة وشنو هو البديل وشنو هما المسائل اللي غدار من أجل باش المواطن، لأنه هو هذا الجفاف اللي وقع وهذا الشيء الكل ينتظر. فغادي نحاول نسمعكم جزء من المداخلة ديال السي عزيز أخنوش، وغادي نجاوبوا معاها، وغادي يكون اللايف ديالنا مختصر، فاسمعوا معنا الله يجزيكم بخير. السلام عليكم. اجتماع ديال الأغلبية اللي جا في إطار ديال الاجتماعات اللي هي كتكون منظمة ديال الأغلبية كل شهر، واللي تكلمنا عليه على التنسيق، يعني لا العمل الحكومي ولا العمل البرلماني ولا العمل السياسي، وكذلك على يعني السياق الوطني ديال بلادنا. مش حاجة اللي كنشكروا عليها بعدا قبل ما نبدا اللايف ديالي، هو ان هاد الجوج اللي موراها واللي سمعت لكم الاخوان والاخوات ما كملتوش، لان السي عزيز اخنوش راه جبت لنا على انه الحكومه ديال عزيز اخنوش كتدعم السكر وكتدعم الضو وكتدعم الطحين، كتدعم لنا الضو ب 14 مليار، وكتدعم لنا السكر ب 4 مليار، وكتدعم لنا ب 360 مليون درهم طحين باش نشريو حنا الخبزه بدرهم. سي عزيز اخنوش راني ما كملت لكمش الفيديو ديالو، كيقول لا الا كنتو كطالبوا بشي حاجه راني كندعمكم. الوقت اللي كنتسناو السي عزيز اخنوش يخرج لنا بشي حلول، وحنا غنعطيوك الحل اليوم السيد الوزير المحترم. واليوم عجبتني داك القضيه انك مدور بك السي وهبي والسي نزار بركه واقفين ما كيهشوا ما كينشوا، كيقولوا لنا راه اللي دارها السي عزيز هي اللي كاينه. السي عزيز اخنوش حنا اليوم كنا كننتظروا انك دير لنا حل في الغازوال في المازوط. الحكومه ديالكم يعني انكم خصكم تشوفوا لنا الحلول. اليوم جيتي عاودتي لنا الحجايات وبقيتي تقول لنا اننا لما ما كاينش، وكندعموا لكم الضو 14 مليار، والسكر كندعموه لكم، والطحين كندعموه لكم. الطحين راه كنشريو حنا كنشريو الفينو ب 11 درهم، اش كدعم لنا؟ حنا بقى لنا غير الحرشه نبداو نتصوروا معاها، نشريو حرشه نبداو نتصوروا معاها. كتقول لنا الاسعار مقاده، فين مقاده؟ ورا المغرب كله كيحتج، وانت كتقول لنا كتعاود لنا الحجايات. حنا خصنا اليوم حلول ملموسه. انت اليوم كتقول لنا اطلبوا معايا الشتا وعيطوا اللطيف، وحنا كشي حنا اللي مساكن اللي خصنا نعيطوا يا ربي. اما انت حكومه خصك تعطينا برنامج الدعم وديما كتخبعوا في سيدنا، خلي سيدنا في التقار، هضروا معنا نتوما كحكومه. البرنامج يدار سيدنا بوحدو، خلينا بيننا وبين الملك، اش كتبقاو تخبعوا في الملك؟ الملك راه هذا الشيء اللي دار الملك ديال العالم القروي، شنو دارت الحكومه ديالكم؟ عطينا شي حاجه ملموسه. الحجايات ما تعاودهمناش، الحجايات وداك الشيء ديال الحلاقي مع احتراماتي للحلايقيه ما تعاودهمناش. جيتي ودورتي بك داك الجوج الثنائي اللي باعوا الماتش وساكتين، وكتقول لنا السكر كنزيدوا فيه، لا غير تزولها الدعم السكر وزولها الطحين وزولها، زعما كتصدق علينا من جيبك، كتعطينا من لارجون دو بوش، فلوس الضرائب ديال المواطنين المغاربه كترجع لهم. اليوم كان الحوار ديالك فيه 7 ولا 8 دقائق، اقسم بالله العلي العظيم مع احترامي للمتتبعين الا كان ضعيف جدا. كتعاودنا الحجايات، وانا ما بغيتش ندير الحوار ديالك 8 دقائق ونضيع المواطن وقتهم. 8 دقائق بزاف، حيت هاد اللايف ما بغيتوش يكون طويل. ما فهمتش انا اليوم انت واش حكومه ولا كتعاودنا الحجايات؟ كتقول لنا حنا خصنا نقول نعطيك الحل السيد الوزير. الحكومة المغربية كتدي أكثر من 3.5 دراهم كضريبة على الغازوال على الليسانس والمازوط، تهزي يديها ما تديش الضريبة غيولي المازوط 8 دراهم.
صافي، كنتو كدعموا المازوت وكتخسروا عليه الفلوس، دابا ما كدعموهش، زولوا غير ما تاخذوش الضرائب دي، فلوس الضريبه راه كل طرو ديال الاصاص ولا المازوت كتدي فيه الحكومه ديالكم الموقره 3 دراهم و20 فرنك. الا هزيتي يديكم زاد 3 دراهم و20 فرنك كيولي المازوت ب 8 دراهم، صافي ما بقاش المشكل، سالينا المشاكل، حيت المازوت كيغلي كلشي، كيغلي الترونسبور، كيغلي الخضره. اليوم كنا باغيين حلول واقعيه تعطيها لنا السيد الوزير، تعطيها لنا السيد الوزير باش نفهموها. انت راك وزير اول ورئيس حكومه، ماشي انت كتعاود لنا ولا كدير لنا المسرحيات ولا كتعاود لنا الحجايات. الحكومه دايره جهدها، فين هو هاد الجهد اللي دايره؟ الاحتجاجات في المغرب كامل، الحكومه دايره جهدها، فين دايره جهد جابيناتكم؟ فين هو هاد الجهد اللي دار؟ انا ما شفنا جهد، حنا كنشريو 2011 درهم، وكنشريو السميده ب 12 درهم، والزيت كنشريوها بالثمن، كلشي غالي، وانت كتقول لنا واحد الجمله، كتقول لنا الاثمان مستقره. فين هي هاد الاثمان اللي مستقره؟ واش مستقره في شي بلاد في كوبا ولا في شي بلاد اخرى غير المغرب؟ ما فهمناش يا السيد الوزير المحترم. اليوم كان الحوار ديالك اضعف من الضعف، وعجبني الحال، لانك دورتي بك واحد الجوج الوزاره، حطيتيهم زعما افرغتهم من المحتوى ديالهم، زعما هاد الجوج اللي على اليمين واللي على اليسار اللي قلتها هي اللي كاينه. حكومتناش ضعيفه، ضعيف جدا. غنحاول نقطع هاد اللايف هذا، وشكرا للاخوان اللي متبعين معنا، شكرا للاخوان.